بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد بشروط تاعي الجماعي، عضو في جمعيه كاريال كيميا وتضامن في اللجنه الاجتماعيه وفي اللجنه الرياضيه. بالنسبه لنعطيكم واحد التلخيص على الجمعيه اللي انشاها، البدايه ديالها كانت في شهر 3. بالنسبه للمنخرطين ديال الجمعيه، من فيهم منخرطين من خارج ارض الوطن ومنخرطين داخل ارض الوطن. بالنسبه للاهداف ديال الجمعيه، المؤسسات كانت تقريبا اهداف الجانب الاجتماعي بالدرجه الاولى، الجانب الرياضي، الجانب الثقافي، الجانب البيئي والجانب الصحي. ولكن كما نقولوا الهدف الاساسي والرسمي ديال الجمعيه هو ما هو تضامني تكافلي، هو اللي كنركزوا عليه تقريبا في هذه الجمعيه. الحمد لله كاين مجموعه ديال المساهمه ديال الاخوان سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، وخدمنا على مجموعه ديال الانشطه في هذه الظرفيه اللي كما نقولوا قياسيه. يعني الجمعيه حيت نشأت من شهر 3 حتى دابا ما كناش في الفترة ديال 9 شهور، ولكن الحمد لله كاين مجموعه ديال الانشطه. نقدر نعطيك واحد التلخيص، اول نشاط كان واحد المقابله تقريبا كما نقولوا تكريميه، جمعنا فيها واحد المجموعه ديال القدماء ديال الحي، حاولنا اننا نجلب لهم معنا كمنخرطين الجمعيه، نعرفوا بالجمعيه. هذا كان نشاط اولا، كان نشاط رياضي. النشاط الثاني كان نشاط ثقافي، ركزنا على واحد الشهر ديال الدعم تاع المستوى السادس، الحمد لله كانت واحد النتائج مبهره، يعني كل شيء الحمد لله نجح. النشاط الثالث تقريبا دخلوا فيه الاخوان اللي هو ما هو اجتماعي، اللي كان يهم واحد الموضوع حساس تقريبا اللي يحتاجها الساكنه، خاصه الساكنه ديال المحمدي، الا هو خيمه العزاء. يعني كانت واحد الخيمه اللي وفرها الاخوه واحد النصيب مادي مهم، وحاولنا نوفرها بجميع المستلزمات ديالها، بالطاولات ديالها، بالاناره ديالها، بكلش، وهي فرها الاشارات الساكنه بالمجان في تقريبا اي عزاء كيوقفوا الاخوان، في قضيه موجبات الدفن، في الحفر، في الكفن، في الخزانه، في ربما كنا كيتدنى حتى العشاء بالنسبه للاسر المغيزه اللي محتاجه بزاف. هذا الجانب الاجتماعي. كنا دخلنا الجانب الصحي، درنا قضيه الختان، مجموعه ديال الاطفال ديال الحي اللي كانت بلغت تقريبا 15 طفل ولا 20 طفل استمتعت بهذه العمليه حتى هي كانت في المستوى. دخلنا واحد المشروع الصحي، وفرنا مجموعه ديال المستلزمات ديال قياس السكري وقياس الدم حتى هي اللي كاينه بالمجان في الجمعيه. دخلنا عاود الجانب الثقافي، هذا العام هذا عاود دينا دروس الدعم جميع المستويات الابتدائيه تقريبا الثالث، الثالث الرابع الخامس السادس مشينا حتى الاعدادي. كان واحد الجانب كنا درنا عاود مباراه الدوري ديال الكره الحديديه اللي تواصل فيه مجموعه ديال الاخوان واللي حتى هو كان ناجح تقريبا. درنا عاود بالنسبه للدخول المدرسي، درنا المحفظه المدرسيه تقريبا، وفرنا واحد 90 محفظه المدرسيه لمجموعه ديال الاطفال اللي استفدوا منها، وحتى هي الحمد لله لقات واحد الصدى واسع تقريبا في المدينه. هذه مجموعه ديال الانشطه تقريبا اللي حاولنا وفرناها. كاين دابا واحد المشروع، واحد المشروع اللي حنا خدامين عليه دابا، ربما واحد 15 يوم 20 يوم ان شاء الله، اللي هو مشروع تضامن تكافلي، اللي عباره عن واحد المشروع ديال الفضائل، غادي نوفروا للجزائر ديال الارملات، يعني نخدموا على رصانهم ونجمع الشروط ان شاء الله، ويزيد حتى هما يقدروا يكونوا ناس اخرين. يعني هذا مشروع، ولكن كما قلت الهدف الاساسي والاسماء للجمعيه الا هو ما هو تكافلي وما هو تضامني. وكاين مجموعه ديال المشاعر الصحيحه، مجموعه ديال الاخوان، يعني مع هذا المنبر ديالكم كنقدموا الشكر لمجموعه ديال الاخوان اللي سهروا على نجاح الجمعيه ووقفوها، ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع. كنشكر الاخوان ديال جمعيه المجد على تنظيم هذه الدوري ديال الكره الحديديه، تنظيم في المستوى، ملاعب في المستوى، لاعبين في المستوى، كل شيء في المستوى الحمد لله، حتى الجوره في المستوى كان لها سنوات الحمد لله. نشكر القناه ديالكم اللي تحتنا الفرصه ان نلقيو هذه الكلمه هذه، نقدموا العزاء للاخوان في وفاه المرحوم ديالهم، وشكرا للجميع، ونتمنى التوفيق للثلاثيات اللي راه عندنا هنا ديالنا تقريبا، الثلاثيات اللي جينا تقريبا حنا داخلين بها، وهذا اول دوري كيدخلوا به الاخوان، والحمد لله النتيجه راه في المستوى، وتحياتي للجميع.